صباح الخير مشاهدينا. أما بلش بتوقعات الأبراز 12 لليوم، رح خبركن عن علاقة برج الحوت ببرج الدلو. علاقة متقلبة بتجمع بين الدلو والحوت، فأوقات منلاقيهم مبسوطين ومتفقين وعلاقتهم مليئة بالمشاعر الصادقة والتفاهم، وأوقات المشاكل بيناتهم بتكون كبيرة وسببها عدم قدرتهم على التكيف مع بعض. فبرج الدلو بيتعب من أحلام برج الحوت ورومانسيته الزايدة عن اللزوم ومحاولته المستمرة بالسيطرة عليه والحد من حريته، وبالمقابل برج الحوت بينزعج من مزاجية برج الدلو وعدم اهتمامه فيه وبتفاصيل حياته الصغيرة. طروني بكرة تخبركن عن علاقة شخصين برج الحوت، وهلأ نبلش أبراجنا 12 مع برج الحمل. فاوض لآخرين بهدوء وما ترضى تقوم بأي تضحية بسبيل قضية ميؤوس منها، خليك ماشي على الطريق الصحيح لبلوغ أهدافك. أما عاطفياً الشريك بيطلب رأيك بأمر بيتعلق فيه، فقدم له النصايح الصحيحة والمفيدة. برج الثور ركز على المهمة الموكلة إلك، لأنك رح تتلقى مكافآت كتيرة وتتقدم بالعمل، خليك مثابر ونشيط. أما عاطفياً فالفترة مناسبة لترسيخ علاقتك بالشريك والارتباط فيه رسمياً، كما أنه من اللازم أنك تخصص وقت لأصدقائك. برج الجوزة ناطرتك فترة عمل طويلة ومتعبة، ما تضيع وقتك على أمور منا مهمة، وانتبه على تصرفاتك وعلى طريقة حكيك مع أفراد عائلتك، لأن من الممكن أنك تجرح مشاعرهم. أما عاطفياً بتواجه مشاكل مع الشريك، بس بتقدروا تحلوها بالحوار والتواصل. منكفي أبراجنا مع برج السرطان، ما تتهور وتقوم بمشاريع جديدة وصعبة ممكن نتائجها تكون سلبية على عملك، تقبل بعض التعديلات على حياتك اليومية بطريقة إيجابية. أما وضعك العاطفي بتحسن، ما تتذمر وتكون متشائم وانظر للحياة بتفاؤل. برج الأسد نهار كتير منيح على الصعيد المهني، علاقتك بزملائك كتير منيحة ووضعك المادي مستقر، الأمر يلي بيخليك تحس براحة البال. أما عاطفياً تجنب العناد وردات الفعل العصبية مع الشريك. برج العذراء على الرغم من الظروف السلبية عم تقدر تثبت جدارتك بالعمل وتتقدم بثبات، كن صادق مع نفسك وانظر للأمور بواقعية أكتر، فمش كل الأحلام بتتحقق. أما عاطفياً فترة مناسبة لإعادة حساباتك بعلاقتك مع الشريك واتخاذ مواقف مناسبة. برج الميزان بيبرز اليوم الجانب العدائي والسلبي من طبعك الهادئ والمتفهم، رح تتكرر الأحداث يلي بتعصبك، الأمر يلي بيخليك تكون متوتر كل نهار. أما عاطفياً ما تعاتب الشريك تما يبعد عنك. برج العقرب بيضغط عليك أحد زملائك لدفعك لسلوك طريق خاطئ، قاومه بقوة وما تخليه يسيطر عليك، ممنوع تتراجع وتستسلم أمام الصعوبات. أما عاطفياً الشريك عم يمرق بظروف صعبة خلال هالفترة، فكون لجانبه. منكفي أبراجنا مع برج القوس، أنت عقلاني ومنطقي اليوم، زملائك بدون نصيحتك وانتباهك، فكر بكل تفاصيل المشروع يلي بدك تبلش فيه قريباً واتخذ الخطوات الصحيحة. أما عاطفياً استعد لمواجهة الشريك، فشكوكه صارت جدية أكثر من قبل. برج الجدي ما تتصرف بطيش وعدم مسؤولية، وتعامل مع الأمور بهدوء تما توقع بمشاكل أنت بغنى عنها، استغل الوقت لأقصى الحدود وما تضيعه بأمور تافهة. أما عاطفياً فالشريك مشغول بعمله وما عم بخصص لك الوقت اللازم. برج الدلو الحظ عم بيرافقك من جديد، مشروع عمل بينعرض عليك قريبا بيغير لك مسار حياتك، ما تتردد عن طلب المساعدة من أصدقائك لأنك بحاجة للانطلاق بهالمشروع. أما عاطفيا عم بتعيش علاقة جديدة بتفضل تخليها سرية عن كل المقربين منك. برج الحوت حافظ على سرية قراراتك بالعمل وما تعلن عنها إلا بالوقت المناسب، جنب كل أنواع التحديات وكون متحفظ، فرح تخلق قريباً بعض المشاكل الشخصية بس رح تقدر تواجهها بكل قوة. أما عاطفياً إذا بلشت تحس بالملل مع الشريك، فحسن الوضع بسرعة. بالنسبة لمولود اليوم، فهو قلبه كتير طيب وما بيقدر يزعل من حدا أو يحقد على حدا، الحب كتير مهم بحياته وبيسعى للاستقرار بالعلاقات العاطفية، بحب كل أنواع الفنون، جذاب وبيلفت نظر الكل وين ما يكون، طموح وبيضل يحلم بتحسين حياته بشكل مستمر. من مواليد اليوم الممثل والمخرج الأمريكي جاري سينيز،
ولد جاري عام 1955 بالولايات المتحدة الأمريكية، وبلش مسيرته المهنية عام 1982 من خلال إخراج فيلم تروست، ونعرف من خلال تمثيله بعدة أفلام من أهم أبولو 13 وذا جرين مايل، وانشهر عام 2004 من خلال المسلسل التلفزيوني CSI نيويورك يلي أخذ فيه دور المحقق ماك تايلر. هيدا كان كل شي لليوم مشاهدينا، بريك صغير ومنكفي من بعده MTV Alive مع إيت رايت.